يا مساء الخير وأهلا بيكم. يوم جديد من مهرجان العالمين اللي بيقدم لنا أنواع كتير من الفنون والرياضة والترفيه بصورة مميزة على أرض العالمين الجديدة. عروض مسرحية وموسيقية ومسابقات رياضية في انتظار كل زوار مدينة العالمين من جميع أنحاء العالم. المهرجان اللي بيقدم في دورته الثانية السنة دي حفلات موسيقية متنوعة، قدم لنا القيصر كاظم الساهر، النجمة ماجدة الرومي، الفنان مدحت صالح، الكينج محمد منير، ولسه حفلات كتيرة قوي جاية هنشوف على أرض العالمين مرة تانية للشباب اللي بيحبوا كايروكي، ويجز، عمرو دياب، سعاد ماسي، مسار إجباري، حمزة نمرة وغيره وغيره من النجوم الكبار جدا. النهاردة مهرجان العالمين بيحتفل أو في احتفال لنجم الجيل طبعا تامر حسني، الاحتفال اللي الناس كلها مستنياه، كل جمهور وكل محبي تامر حسني النهاردة بيحضروا الحفلة دي. إدارة المهرجان في الحقيقة بتراعي كل الأذواق وحريصة على تقديم كل أنواع الفنون، عشان كده هتلاقي عروض المسرح والأجزاء المهتمة بالطفل والحيوانات الأليفة والأنشطة المختلفة والمسابقات الرياضية، كل يوم في جديد في عالم العالمين. وإحنا هنا هننقل لكم أول بأول كل التفاصيل وكل الفعاليات اللي بتحصل على أرض العالمين الجديدة. خليكم معنا وتابعونا، وأهلا بيكم في حلقة جديدة.